إنه الدومينو الأوروبي الذي بدأ ينهار تترى. إسبانيا، النرويج وإيرلندا غدا يعلنون جماعة بالاعتراف بالدولة الفلسطينية. قبل عدة أيام كان الإعلان فقط، ولكن غدا ذلك سوف يكون أمرا حكوميا في تلك الدول الثلاث. دول جزء منها كإسبانيا وإيرلندا عضو في حلف شمال الأطلسي الناتو، عضو في الاتحاد الأوروبي، مجموعة يعني الدول المحسوبة على الغرب. وطبعا الدول أوروبا الشرقية أصلا كانت قد اعترفت بالدولة الفلسطينية أيام الاتحاد السوفيتي، ودائما كانت دول أوروبا الغربية ترفض الاعتراف بالدولة الفلسطينية لأنها كانت ترى بأن حل الدولتين والمفاوضات والضغوط الأمريكية ذلك كافي لتأجيل المسألة لبضع سنوات. ولكن ها هي وصلت هذه الدول إلى القناعة المطلقة بأنه لن يكون هنالك مفاوضات بشكل مباشر، وإنما تطالب الآن بالاعتراف ليس فقط منها ولكن أيضا من كافة دول الاتحاد الأوروبي، بل ربما دول أخرى ككندا وأستراليا وغيرها من الدول التي لم تعترف لغاية الآن في الدولة الفلسطينية. أوروبا الغربية كانت دائما تعتبر تلك المجموعة التي ترفض الاعتراف، ولكن ها هي تتداعى. معنا في هذه النافذة الأستاذ عدنان الجولاني، المدير التنفيذي لمؤسسة باسيا للدراسات الأكاديمية الفلسطينية، ومعنا من رام الله الأستاذ الدكتور علي الجرباوي، أستاذ العلوم السياسية في جامعة بيرزيت، ومعنا من أوسلو أحمد العريدي أبو جنين، وهو مدير خيمة الاعتصام في العاصمة النرويجية أوسلو. أهلا بكم جميعا. نبدأ معك عدنان، ماذا يعني هذا الاعتراف؟ ماذا سوف يستفيد الشعب الفلسطيني من هذا الاعتراف؟ أولا دعونا نعود إلى الوراء. الدولة الفلسطينية تم الإعلان عنها في 15 نوفمبر 1988، مباشرة بعد أن تم الإعلان عن الدولة الفلسطينية والإعلان عن وثيقة الاستقلال. توالت الدول التي قامت بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، وبحلول التوقيع على اتفاق أوسلو كانت هناك حوالي 120 دولة قد اعترفت بالدولة الفلسطينية، وإن كانت هذه الدولة الفلسطينية بالمنفى. الدول الغربية كانت تقول نقطتين. النقطة الأولى، لما كنا نقولها أنه 120 دولة اعترفت بالدولة الفلسطينية كانوا يقولوا ولكن ما وزن هذه الدول؟ الآن هناك دول وازنة بدأت تعترف بالدولة الفلسطينية، وهذا إحدى النقاط الإيجابية فيما تم هذا الأسبوع وسيستكمل غدا. النقطة الثانية أن تبين وتكشف للعالم أجمع بأن المفاوضات لن تأتي بالدولة الفلسطينية. الدول التي لم تعترف بالدولة الفلسطينية حتى هذا اليوم تقول بأنها في معظمها مع حل الدولتين، ما يسمونه باللغة الإنجليزية negotiated two state solution، أي أنه حل دولتين يتم التوصل إليه بالتفاوض. هذه الدول أو بعض هذه الدول العاقلة بدأت تقتنع بأن التفاوض لن يقود إلى الدولة الفلسطينية. دعونا نستذكر أن آخر مفاوضات بين الجانب الفلسطيني والجانب الإسرائيلي كانت في عام 2009 مع إيهود أولمرت، فذلك يتبين أنه لن يقود إلى الدولة الفلسطينية. الجانب الإسرائيلي موقفه كان في بعض الفترات، وحتى اليمين الإسرائيلي كان يقول نحن مع حل الدولتين الفلسطينية، مع حل الدولتين ولكن بالتفاوض. هم في قرارة أنفسهم كانوا ينكرون الدولة الفلسطينية، ولكنهم كانوا يغنون على نفس الأغنية التي كان يغنيها العالم. نحن كشعب فلسطيني ماذا سوف نستفيد من هذا الاعتراف؟ اشرح لنا. من ناحية التجسيد على أرض الواقع، عمليا لن يشعر المواطن الفلسطيني بأي تغيير على أرض الواقع. دعونا نكون واقعيين، ليست هناك دولة للدولة الفلسطينية، ليست هناك عاصمة، ليست هناك حدود، ليست هناك عملة، ليس هناك أي نوع من الاستقلالية، هي دولة فلسطينية واقعة تحت الاحتلال. ولكن في الجانب الإيجابي، هذه الدول بدأت تضيق ذرعا بالمخطط الإسرائيلي وهو المفاوضات إلى يوم القيامة، وبدأوا يقولون بأن الأسلوب الذي كنا
نعتمد عليه هو أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية سيكون نتيجة التفاوض لا يجدي، والآن نحن سنعترف بالدولة الفلسطينية كأداة للضغط باتجاه العودة إلى التفاوض والضغط باتجاه إحياء حل الدولتين. لمن ينكر هذا الحل؟ فالجانب الوحيد هو الجانب الذي يمكن أن يؤثر بسحب إسرائيل إلى طاولة المفاوضات. طبعا مشاهدينا، هنالك دول أخرى على الخط يعني يمكن أن تعترف، ولكنها تنتظر ردود الأفعال، مثل بلجيكا على سبيل المثال التي فيها حلف شمال الأطلسي، فيها الاتحاد الأوروبي، مثل سلوفينيا التي لأسباب جغرافية سياسية جيوسياسية لم يتم الاعتراف رغم أنها موجودة في أوروبا الشرقية، وهنالك مالطا، تلك الدولة في البحر المتوسط التي منذ فترة طويلة حقيقة وهي كانت من الدول التي تسعى للاعتراف بالدولة الفلسطينية، ولكن كانت تنتظر المنظومة الدولية. وطبعا هنالك بقية الدول، الدنمارك لربما كان هنالك حديث ولكن لغاية الآن بات غير واضح، السويد طبعا اعترفت، إيطاليا كما نعلم الآن هنالك إشكالية تتعلق بالحكومة اليمينية الموجودة في إيطاليا، طبعا ألمانيا كما هو معلوم سوف تكون آخر الدول اعترافا لأسباب تاريخية تتعلق في الهولوكوست، فرنسا التي تقود الدول الفرنكوفونية بلا شك موقفها مائع، يعني أحيانا تتحدث بصالح الجانب الإسرائيلي جملة وتفصيلا، وأحيانا تتحدث بحق الفلسطينيين في دولة، ولكن لم تتخذ الخطوة التي كان من المتوقع أن تكون فيها، خاصة وأنها دولة الحريات كما تدعي. دكتور علي الجرباوي، أنت تتابع هذه المسألة باهتمام، أنت أستاذ العلوم السياسية، والسؤال الذي بلا شك نحن بحاجة أن نفهم منه هو ماذا سوف يعني، ما هي المآلات، ماذا سوف يحدث، ما المتوقع أن يحدث الآن من هذا الاعتراف؟ أريد أن أبدأ في الجانب الأول بالدول الثلاث تحديدا ثم ننتقل إلى البقية لو سمحت. يعني بداية خلينا نحط الإطار، الإطار هو أن من يعتقد بأن هذا الصراع ما بيننا وبين إسرائيل سيحسم بالضربة القاضية، فما حصل لن يغير من الأمر شيئا، ولكن من يعتقد بأن هذا صراع طويل ولن يحسم إلا بتراكم النقاط، لن يحسم إلا بتراكم النقاط، معنى ذلك أن هذا مهم جدا ما حصل حتى الآن. ليش مهم؟ لأنه هذه ثلاثة دول غربية من أوروبا الغربية، أوروبا الغربية هي مع الولايات المتحدة هي المعقل الأخير الداعم الأول والأخير الداعم لإسرائيل. عندما يبدأ هذا المعقل يتفكك هذا شيء إيجابي، ونراكم نقاط للمستقبل. صحيح أن هذه الدول مهمة ولكنها ليست الأهم، بمعنى أن يعني دول مثل بريطانيا، فرنسا، أعضاء في مجلس الأمن، وفي نهاية المطاف الولايات المتحدة، يعني هذا هو هناك الشيء المهم. ولكن هذا ما سيأتي لاحقا من توالي الاعترافات من الدول الغربية، هذا يقوض الادعاء الإسرائيلي أولا بأن هذه أرض متناسع عليها، لأنه منذ عام 67 وادعاء إسرائيل أن الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس هي أراضي متناسع عليها، لا سيادة لأحد كانت عليها، ولذلك هي تستطيع أن تطالب بها. الآن مع هذه الاعترافات نصل إلى درجة أن هناك دولة فلسطينية يجب أن يتم تحديد حدودها وليس القرار بشأنها. وثانيا الشيء المهم هو أن الـ يعني يسحب من إسرائيل قرار الفيتو حول إقامة الدولة الفلسطينية. الذين يقولون بحل الدولتين عن طريق التفاوض ما بين الجانبين، ما بين الجانب الفلسطيني والإسرائيلي، وإسرائيل لا تريد دولة فلسطينية، لإصلاح هذا يعطو العطل في الاتصالات. سوف نشاهد في البداية هذا التقرير حول شخصية اليوم التي اخترناها لكم وهو أحمد الشقيري، لنشاهد هذا التقرير. أحمد أسعد الشقيري، المحامي وأهم السياسيين الفلسطينيين ومؤسس منظمة التحرير،
ولد في قلعة تبنين اللبنانية عام 1908، ونشأ وتعلم في مدارس طول كرم، ليلتحق بعد ذلك بالجامعة الأمريكية في بيروت. شارك الشقيري في أحداث الثورة الفلسطينية عام 1936 كمحامي ونشط في الدفاع عن المعتقلين الفلسطينيين أمام محاكم الانتداب البريطانية. عاد لفلسطين عام 1940 واستقر وفتح مكتبا خاصا للمحاماة. حتى حلول النكبة عام 1948 فهاجر إلى بيروت، ثم عاد إلى القاهرة ليتم تعيينه أمينا عاما مساعدا لجماعة الدول العربية حتى عام 1957، ثم ممثلا لفلسطين لدى الجامعة. وفي مؤتمر القمة العربية عام 1964 كلف المؤتمر الشقيري بوضع مشروعي الميثاق القومي والنظام الأساسي لمنظمة التحرير، وعلى إثر ذلك تفرغ لاحقا الشقيري لوضع أسس العمل وأشرف على إنشاء الدوائر وتأسيس مكاتب للمنظمة في الدول العربية والأجنبية. وخلال مؤتمر القمة العربية في الخرطوم بعد هزيمة عام 1967 اصطدم الشقيري باحتجاجات أعضاء اللجنة التنفيذية الذين طالبوه بالاستقالة على خلفية تقديمه التزامات واجب تحقيقها لمنظمة التحرير، فاستقال في اليوم التالي. ولم يقبل الشقيري أي منصب رسمي بعد الاستقالة وتفرغ للكتابة وتأليف الكتب. وعندما وقع الرئيس أنور السادات معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية غادر القاهرة محتجا إلى تونس. توفي في العام 1980، وبناء على وصيته دفن في غور الأردن على تلة تشرف على ربوع فلسطين. رحم الله أحمد الشقيري، هذا الرجل السياسي المتميز الذي كان له تلك البصمة. دكتور علي جرباوي، يعني عذرا لم أستمع إلى الجانب الأخير من ما قلته، ولكن أريد بإجازة أن أسألك، هل ترى بأننا يمكن أن نستفيد سياسيا الآن، أم أن الوضع الداخلي الفلسطيني سوف يكون صعبا، وذلك قبل الانتقال إلى ضيفنا من أوسلو؟ تفضل دكتور علي. لا، نحن سنستفيد، يعني فلسطينيا سنستفيد، ولكن ليس لنا دور كبير في هذه الاستفادة. ويعني ما أخشاه هو أننا نفسد كل استفادة ممكنة بوضعنا الداخلي، ويعني ما نمر به من إشكاليات داخلية. ولكن بشكل عام نحن طبعا سنستفيد فلسطينيا، لأنه كما ذكرت لك هذا توالي هذه الاعترافات في المعسكر الأوروبي الغربي الذي هو المعقل الأول والأخير لإسرائيل. هذا تفتيت هذا المعقل هو شيء مهم جدا، وهو كما ذكرت لك سابقا الادعاء بأن هذه أرض، يعني الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة هي أراضي المتنازع عليها. هذا الادعاء الإسرائيلي يسقط وتصبح بعد الاعتراف تصبح هذه الأراضي هي بمثابة دولة تحت الاحتلال، وهذا شيء مهم جدا لمراكمة النقاط للمستقبل. دعني أنتقل إلى أوسلو. الأستاذ أحمد العريدي أبو جنين، أنت موجود الآن في الخيمة، خيمة لا أدري، خيمة احتفال، خيمة اعتصام، لا أدري كيف سوف تسمونها، ولكن اشرح لي ما الذي تفعلونه الآن هذه الليلة، غدا ما هو النشاط الذي سوف تقومون به؟ في البدء تحية لكم ولمشاهديكم، ونسأل الله الرحمة لشهدائنا والشفاء العاجل للمصابين والفرج القريب لأسرانا. قبل الإجابة على سؤالك، تحية من أحرار العالم لمقاومتنا بكافة فصائلها في غزة وفي الضفة. نعم، نحن هان في خيمة فلسطين، خيمة اعتصام احتجاج على الحرب والإبادة الجماعية التي تقوم بها إسرائيل ضد شعبنا الفلسطيني في غزة وفي الضفة وفي كل مكان. وضعنا أهدافنا
للاستمرار في هذا العمل. فنحن جالسون ومعتصمون في الخيمة الفلسطينية على مدار الساعة منذ 6/11 لغاية اليوم. نتمنى أن نكون وصلنا إلى أحد أهدافنا بالاعتراف بدولة فلسطين، ونستمر أن يكون هذا الاعتراف في الطريق الصحيح، وأن ينضم له العديد من الدول الأوروبية وتنهج نهج النرويج في ذلك، علما أننا محتجون أن هذا القرار جاء متأخرا جدا، فكنا ننتظره من عام 1993، لكن كما نقول بالعربي أن تأتي متأخرا خيرا من أن لا تأتي. نحن الشعب الفلسطيني كافحنا على مدار عملية أوسلو، عملية السلام، على مدار 30 عام قدمنا كل ما نستطيع لعملية السلام، لكن هذا العالم أثبت ازدواجية معاييره ورفضه لحقنا، لكن نحن مستمرون وراء حقنا ولن يضيع حق وراءه مطالب. شكرا لك، ابقى معنا، سوف ننتقل الآن إلى أستاذ عدنان. هذا الذي سمعناه من أوسلو وأيضا من الدكتور علي هو هام جدا، نحن نتحدث عن خطوة، هم يقولون بأنها بالفعل سوف تكون خطوة ولها مآلاتها. السؤال الآن، ما الذي يمكن فعله من قبل الدبلوماسية الفلسطينية وذلك لمحاولة إقناع بقية الدول؟ مثال أعطيك أمثلة على ذلك، فرنسا بطبيعة الحال دولة مهمة، النمسا دولة مهمة، هنغاريا دولة مهمة، هنغاريا تم أظن أنها اعترفت، ولكن أوروبا الشرقية تم هنالك، الدنمارك لم تعترف لغاية، لا فنلندا لم تعترف، أيسلندا لم تعترف. كيف يمكن إقناع ماذا يجب على الدبلوماسية الفلسطينية أن تفعل؟ أم ببساطة الموضوع لا يتعلق في الدبلوماسية الفلسطينية، هو يتعلق بمجريات الحرب التي يعني هي التي دفعت هذه الدول؟ يعني للأسف خطوات التحركات الأخيرة لهذه الدول الثلاثة لم يأتي نتيجة للدبلوماسية الفلسطينية أصلا. نحن نأمل أن تستفيق الدبلوماسية الفلسطينية وتبدأ بالتحرك. الخطوات القادمة ستأتي من هذه الدول أنفسها، هذه الدول الآن تخطط أن تتحرك باتجاهين. الاتجاه الأول هو التباحث في داخل الاتحاد الأوروبي للحصول على قرار إجماعي من 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 الدول الأوروبية بالتوافق للاعتراف بالدولة الفلسطينية. حتى الآن هناك 7 من 27 دولة فلسطينية، عفوا 7 من 27 دولة في الاتحاد الأوروبي اعترفت في الدولة الفلسطينية. هذه الدول الثلاثة طبعا إيرلندا وإسبانيا تعمل باتجاه الضغط أو إقناع باقي دول الاتحاد الأوروبي باتخاذ هذه الخطوة، وبأن هذه الخطوة هي لصالح السلام وليس ضد السلام كما يدعي نتنياهو، ولن تؤدي إلى التمترس. نأمل أن تستفيق مرة أخرى الدبلوماسية الفلسطينية وأن تتحرك لدعم الدول الأوروبية، مش الدول الأوروبية اللي تدعمنا، لدعم الدول الأوروبية في هذا الاتجاه. ماذا بخصوص الموقف الإسرائيلي؟ يعني الموقف الإسرائيلي هو نشهده بارد في هذا الموضوع، ليس يعني مش مجنون، لم ينفجروا، والسبب يعني ربما لأنهم مصممين على الاستمرار في الحرب، ولكن برأيك لماذا هذا البرود الإسرائيلي في التعامل مع موضوع الاعتراف؟ أولا ليس هناك برود إسرائيلي، ولكن هناك في قضيتين. هذا الأسبوع هو أسوأ أسبوع شهدته إسرائيل منذ تأسيسها في عام 1948. الضربات التي أخذتها إسرائيل ونتنياهو خلال هذا الأسبوع مش بس فقط الاعتراف بالدولة الفلسطينية أو الإعلان هذه الدول عن نيتها الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وإنما الضربات الأخرى المتعلقة بالجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية. فتجدهم مشتتين، ليس لأن هذا الأمر لا يعنيهم، بالعكس الجانب الإسرائيلي مغتاظ جدا جدا من نية هذه الدول الاعتراف بالدولة الفلسطينية أو من قرار هذه الدول الاعتراف بالدولة الفلسطينية. الجانب الإسرائيلي كان حتى قبل أقل من عام من هذا اليوم في الأمم المتحدة، نتنياهو طلع ولم يشير إلى الدولة الفلسطينية بأي شكل من الأشكال، ووضع خارطة إسرائيل من البحر إلى النهر، وها هي
قضية إجباره أو محاولة إجباره على العودة لطاولة المفاوضات وعلى الاقتناع بأن العالم مصمم على أن تكون هناك دولة فلسطينية، هذا الأمر يحدث أمامه. هو ليس عدم اكتراث، وإنما أعتقد أن هناك ضربات أخرى شتتت الدبلوماسية الإسرائيلية. ابقوا معنا ضيوفنا وأيضا مشاهدينا، ابقوا معنا، سوف ننتقل الآن إلى حكاية من حكاياتي ويوميات غزة. رجب أبو سلطان هو البطل اليوم، لنشاهد هذا التقرير. أنا كسواق من أول، تقدر تقول من أول 4 لـ5 شهور الحرب ما قدرتش أشتغل خالص. اليوم لتر السولر اليوم بـ70 شيكل، يعني القلم عشان أحطه في السيارة بدي 1400 شيكل. طب من وين؟ والسيارات اللي واقفة هذه سيارات على الغاز، فيش غاز في البلد، جرت الغاز بـ1200 شيكل. طب احنا بنشتغل بشواكل على الخط، طب انها فيش سيولة في البلد طبيعة. تقول للراكب مثلا المواصلة تبعته 2 شيكل، اليوم بتقول له 5 شيكل وعلى الفاضي، ما بتوفيش. فاضطرينا نلجأ لقسط الزيت. صحيح اخر النهار واحد بلاقي لقمته اللي ياكلها، بلاقي اللي يسطر بيته، بس بتعدم سيارتك. غير انك بتهدم سيارتك انت كبني ادم جوا السياره، ريحه جوا السياره زيت، يعني عوادم الزيت بتهدم السدر. كركاب بيشتكوا، كناس برا السياره بيشتكوا. لما تيجي حتى بدك تقف في منطقه، اول ما بدك تقف اللي حواليك بيقول لك الحق اطفي السياره من ريحه الزيت. تلتين البلد ماشي على السيرج، روح على أقرب ميكانيكي تفرج أكم سيارة واقفة، سيارات تعدش واقفة، كله هذا متور بنزل على طول، متور بقع وفيش بديل، قطع غيار ما فيش، اللي بقف خلاص ما فيش بديل له. زي ما أنت شايف الناس كيف واقفة على الشارع، في أزمة مرور. اليوم الوضع صعب، فيش سيارات زي اللي كانن قبل، غير اللي تدمرن في الحرب الحين تدمرن من الزيت، باقي السيارات من الزيت. يعني اللافت بأن دونالد ترامب على سبيل المثال عندما كان يستهزئ بهذه القضايا التي تتعلق في البيئة خلال الحروب، قال كانوا يريدونني أن أوافق على بناء طائرة حربية صديقة للبيئة، وهم لا يعلمون أن هذه الطائرة الحربية في طريقها إلى تدمير منازل أو في تدمير مناطق وإلقاء القنابل التي تزن 1000 طن. فكيف يطلبون منا أن نحافظ على البيئة وفي نفس الوقت هذه الطائرات في طريقها إلى التدمير؟ وهذا طبعا يوضح بأن من هو قلق على البيئة في قطاع غزة لا أن يشاهد كيف دمرت إسرائيل ليس البيئة الآن ولكن البيئة إلى عشرات وعشرات من السنوات بما أحدثته من هذا الدمار وإلقاء كل هذه القنابل والمواد الكيميائية على قطاع غزة. شكرا للزميل أحمد سلمان على إعداد هذا التقرير. دكتور علي الجرباوي، أنت تعلم بأن هنالك شعور عند الفلسطينيين بأن هذا الاعتراف جاء متأخرا من قبل الدول الأوروبية، تحديدا من أوروبا الغربية، ولكن في المقابل هنالك من يرى بأن هذا الاختراق الذي حدث سببه هو 7 من أكتوبر، ولولا 7 من أكتوبر لما حدثت كل هذه الاعترافات. هل تتفق، تعارض هذه المقولة، وما رأيك فيها؟ لا طبعا أتفق، يعني 7 من أكتوبر رغم كل ما حدث بعد ذلك هو الذي أعاد القضية الفلسطينية إلى واجهة الأحداث، هو الذي غير توجهات حكومات، هو الذي يعني وضع ضغط على هذه الحكومات في شوارع العواصم والمدن الأوروبية والأمريكية. لذلك يعني التأثير لما يحدث في غزة الآن من تدمير ومن مجازر تخترف يوميا، هذا كان دافع أساسي لهذه الدول والحكومات لأن تغير
موقفها، موقفها الذي كان بالأصل يقول بأن الجانبين يجب أن يتفاوضوا، وأن ما يعني ما يقبله الطرفين هم يقبلونه. ولكن تعنت إسرائيل المستمر وصلف هذه الحكومة اليمينية ويعني توجهاتها والحرب التي الإبادة التي تشنها، هذا أدى إلى تغير هذه المواقف. بالنسبة لموقفنا الفلسطيني، موقفنا الفلسطيني والدبلوماسية الفلسطينية ضعيفة، ضعيفة لأنه يعني ماذا يجب أن نقول للعالم ونحن منقسمين؟ يعني هذا الانقسام الذي لا طائل منه وهو مستمر لفترة طويلة رغم كل ما يجري يجب أن ينتهي. لا نستطيع أن نقنع العالم بروايتنا بما نريد ونحن على خلاف داخلي، وهذا الخلاف متفاقم. يعني لا يوجد آليات الآن مبشرة بإمكانية التوصل لإنهائه. وطالما نحن في الداخل فلسطينيا منقسمين على أنفسنا، طالما أن روايتنا غير متكاملة يعني وموحدة، طالما أن وضعنا ضعيف، لذلك للأسف الشديد أن المآسي التي تحصل في قطاع غزة هي كانت الدافع، وليس يعني ما يحصل لنا سلبيا هو الدافع، وليس ما نقوم به نحن إيجابيا هو الدافع لتغير هذه الرؤى والتوجهات الغربية وفي يعني مختلف بقاع العالم. لو كان لك أن تنصح نصيحة دكتور علي في هذا المجال لتصويب الأمور، بماذا كنت سوف تنصح؟ شوف، يعني لا يمكن أن نستطيع أن ننطلق إلى الأمام بإيجابية وأن نتفاعل مع العالم بإيجابية دون أن يكون لدينا رأي موحد وخطة موحدة ومؤسسة موحدة. الوحدة الفلسطينية هي شيء أساسي، وطالما أن هذه الوحدة غائبة، طالما أن موقفنا سيبقى ضعيفا. لذلك النصيحة الأساسية والوحيدة والمنطقية يعني هو أنه يجب أن ننهي هذا الانقسام وأن يكون هناك وحدة حال. ليس بالضرورة أن الوحدة الفلسطينية يجب أن تكون على رأي واحد، وأن طرف من الأطراف يجب أن يقبل برأي الطرف الآخر وأن يتماهى معه بالكامل. بالعكس، يعني لنرى إسرائيل هيها عدوتنا قاعدة بجنبنا، هناك مختلف الآراء، هناك معارضة وهناك كذا وهناك وهناك وهناك. ولذلك صحيح، الوحدة الفلسطينية معناها الاتفاق على أن نختلف داخل الإطار، وليس أن نقسم الإطار ونمزق الإطار لنبقى يعني منقسمين. هذا إشي بديهي، لذلك هاي نصيحة بديهية. يعني أنتقل الآن دكتور أيضا إلى أحمد العريدي في أوسلو. أنتم كجالية فلسطينية وجالية عربية وجالية إسلامية بلا شك كان لكم جهود خلال الفترة الماضية، وذلك لدفع الدبلوماسيين السياسيين أعضاء البرلمان. بلا شك بأنه كان هنالك العديد من النشاطات تحديدا منذ 7 أكتوبر ولغاية الآن. هل يمكن لك أن توجز لنا ما هي الإجراءات التي قمتم بها في النرويج في هذا الإطار؟ في البدء وعلى مدار فترة الحرب من 2016 لغاية اليوم، نحن قمنا بالعديد من الوقفات الاحتجاجية والمظاهرات والمناظرات السياسية، وقدرنا نشكل ضغط شعبي وسياسي على متخذين القرار في النرويج وخارج النرويج. بنينا علاقات جيدة جدا مع الأحزاب المناصرة لقضيتنا الفلسطينية، منها حزب الروت وهو حزب الحمر والأسفي وإم جي في النرويج، أحزاب وازنة. على مدار هذا أكثر من 200 يوم كان لنا كل يوم عمل احتجاجي ضخم
نمارس فيه ضغوطنا على متخذين القرار. نعم نحن وصلنا إلى الاعتراف بدولة فلسطين، لكن هذا الشيء غير كافي. احنا مستمرين حتى وقف دعم إسرائيل سياسيا واقتصاديا، وحتى دعم حقوقنا الفلسطينية. بس أحمد، شو يعني غير كافي؟ يعني ماذا أنتم تطالبون الآن من السلطات النرويجية؟ يعني ماذا الآن أنتم تريدون من النرويج؟ ما هي الخطوة التالية؟ يعني تم الاعتراف، وقعوا الاعتراف، طب الآن أنتم كجالية ماذا تريدون من النرويج، الحكومة النرويجية أن تفعل؟ نحن من بداية الحرب لنا مطلب رقم واحد، وهو مقاطعة إسرائيل، وبالأخص عدم دعم إسرائيل بالأسلحة النرويجية، وهذا مطلب عادل بالنسبة لنا ولكل الأحرار، وفي تركيز عليه بشكل كبير، لأنه معظم الأسلحة التي تستخدمها إسرائيل هي أسلحة نرويجية. نطلب من الحكومة النرويجية وقف هذا الدعم وبكل أشكاله، إن كان عبر وسيط أو غير وسيط، يجب أن يتوقف. ونحن نعد شعبنا ومقاومتنا وأهلنا لن نتوقف عن الأعمال الاحتجاجية حسب ما يسمح لنا به القانون النرويجي حتى نصل إلى هذا الهدف. نشكر النرويج على الاعتراف حتى لو جاء متأخرا، لكننا نطلب منها وبشدة أن لا تكون جزء من الإبادة الجماعية بدعم إسرائيل بالأسلحة النرويجية. وعلى غرار هذا نحن مستمرين بتنظيم الأعمال الاحتجاجية، والفترة القادمة سيرى السياسيون الذين يتخذون القرار أو يؤجلون القرار بهذا أن الضغط سيزداد بهذا الاتجاه. نعم أستاذ عدنان، اليوم كان هنالك حديث للسفير الإسرائيلي في إيرلندا، طبعا تم استدعاء من إيرلندا، وقالت بأنه العلاقات الإيرلندية الإسرائيلية هي علاقات قوية وعلاقات اقتصادية، وطبعا في إيرلندا هنالك العديد من شركات الهايتك الموجودة في إيرلندا، لأن إيرلندا يعني من الدول الرخيصة إن صح التعبير اقتصاديا في دول أوروبا الغربية، وبالتالي هنالك استثمارات مهمة. هل ترى بأن هذه الدول يمكن أن تذهب إلى الخطوة التالية، وهي مقاطعة اقتصادية، مقاطعة الأسلحة، مقاطعة التصدير، أم أن القضية سوف تبقى في إطار سياسي بحت وهو الاعتراف والسجال السياسي؟ هناك نقطتين. الجانب الأول أن هذه الدول تقول أن اعترافها بالدولة الفلسطينية لا يعني عدم الاعتراف أو سحب الاعتراف بدولة إسرائيل، وإنما هي خطوة من وجهة نظرهم لتعزيز مسار السلام والمسار التفاوضي وحث إسرائيل على العودة إلى التفاوض وإحياء حل الدولتين، الضغط باتجاه إحياء حل الدولتين. هذا من جهة، ولكن من جهة أخرى أرى أن هذه الدول جادة وعازمة في المضي قدما في بفعل ما يمكن فعله للاستمرار في هذا الاتجاه. دعونا أولا نبدأ بالقول بأن هذه الدول خالفت الإجماع الغربي، الإجماع الأوروبي، الترانز أتلانتيك، الإجماع على كلا جانبي المحيط الأطلسي إن صح التعبير فيما يتعلق في عدم الاعتراف بالدولة الفلسطينية إلا نتيجة للمفاوضات. هذه الدول عازمة على اتخاذ الخطوات التالية. في المرحلة هذه الخطوات التالية هي أولا كما أشرت سابقا حث باقي الدول على حذف هذه الدولتين، هاتين الدولتين، والإخراج الخروج بإجماع فيما يتعلق بالدولة أو الاعتراف بالدولة الفلسطينية. والخطوة الثانية
هي أيضا الخروج بخطة لإحياء عملية سلام تؤدي إلى تجسيد هذا الإعلان على أرض الواقع. ولكن التعنت الإسرائيلي، وطبعا هذه الخطوة أصلا هي كانت نتيجة لرد الفعل التعنت الإسرائيلي فيما يتعلق بالحرب على غزة، لم يكونوا مستعدين للإصغاء لأي طرف آخر ينصحهم، كانوا تجاوزوا كافة الحدود فيما يتعلق في القتل والإبادة وما إلى ذلك. إذا لم تجدي الخطوتين التي أشرت إليهما سابقا، فأنا أرى هذه الدول تتخذ الخطوات التالية فيما يتعلق بالخروج عن الإجماع الأوروبي فيما يتعلق باعتبار إسرائيل يعني دولة صديقة عن التعاون الاقتصادي، التبادل التجاري، هل سوف يتأثر أم لن يتأثر؟ هذا هو سؤال. على المدى القريب لا أعتقد أن هذا أنه سيكون هناك تأثير، ولكن على المدى البعيد أعتقد أنه إذا تم إهمال هذه الإشارات من هذه الدول فإنها قد تتخذ الخطوات التالية سواء دبلوماسيا أو سياسيا أو فيما يتعلق ب طبعا الأسلحة شيء وارد جدا حتى في هذه الأثناء، ولكن قضايا التعاون الاقتصادي لا أراها تحدث على المستوى القريب، وإنما قد تحدث إذا تم الاستمرار في إهمال حل الدولتين والدفع باتجاه الدولة الفلسطينية. قبل أن نستأنف في الحوار نريد أن نتوقف لبرهة لنسمع ماذا يقول العالم لأهالي غزة، ماذا تقول الشعوب لأهالي غزة. اخترنا لكم اليوم لبنان لنشاهد. للشعب الفلسطيني بقول لهم أنه الله ينصرهم ويقويهم ويضلهم صامدين، لأن بعد اللي شفناه بهالمرحلة أنه هن كشعب فلسطيني قد العالم كله يتوب، بكفيك أنه ما حدا واقف معهم، واللي عم يتحملوه بالفعل أبطال. يا ريت الدول العربية والدول العالم كلها بتتعلم منهم، إذا بدك تعرف شيء عن الصمود والرجولة الشعب الفلسطيني. أقول ربنا معاهم والله بده ينصرهم مهما طال الزمان ومهما صار مهما جرى إلا هني ينتصروا. بكل صراحة بقول الله ينصرهم والله يقويهم والله يصبرهم، مش حقول أكتر من هيك، وينصروا على هذا النذل يلي اسمه نتنياهو. بقول للشعب الفلسطيني أول شيء إنه شعب كتير قوي ونحن متعلم منه، ونحن كلنا بنفس الهدف إن الله راد والله ينصرهم. الله يحميهم يا رب الشعب الفلسطيني، والله يقويهم يا رب، وإن شاء الله يا رب يجي يوم بيوم تكون دولة فلسطينية كاملة. بدي أقول إنه الله يوفقهم وينصرهم، لأنه الشيء اللي عم بمر فيه يعني أبداً منه هين، وما برضى يعني على أي حدا يعني ممن كان ما يكون يعني بالوطن العربي. هلأ أثبت إنه هيدا الشعب شعب مقدام وشعب عظيم وكله يعني إذا بتقلي له الكرامة أو بتقله الكرامة يعني كتير قليل عليه. وشد على إيدهم وهني أبطال، أبطال بكل معنى الكلمة وجبارين. مواقف جميلة وصادقة من أولئك اللبنانيين واللبنانيات. دكتور علي الجرباوي في رام الله، أستاذ العلوم السياسية في جامعة بيرزيت، أريد أن أسألك سؤالا يتعلق بلماذا هذه الدول الثلاث أخذت هذا القرار؟ هل أخذت هذا القرار، ولك طبعا مطلق الحرية بإعطاء الجواب، ولكن هل أخذته لأنها تشعر بالضعف، بالضعف أن هذه الدول في الإسبانية على سبيل التي لا تستطيع إيقاف الحرب ويشاهد الإسبان هذه المجازر ولجأت للاعتراف لضعفها في إيقاف الحرب، أم أن هذه الدول اتخذت هذا القرار لأنها لا تمتلك الأدوات للضغط على إسرائيل بشكل مباشر فلجأت إلى التهديد بهذه الورقة، أم أن هنالك أسباب داخل هذه الدول مثل يعني الضغوط الشعبية، ضغوط الجاليات؟ لماذا برأيك؟ يعني الضغوط الشعبية تلعب دورا،
ولكن إيرلندا مثلا موقفها منذ زمن طويل وهي مؤيدة للحق الفلسطيني، إسبانيا كذلك. لذلك لا غرابة النرويج هي التي يعني كانت عرابة اتفاق أوسلو ولها تاريخ طويل في دعم يعني مفهوم السلام في المنطقة. لذلك لكل من هذه الدول أسبابها الداخلية. طبعا هناك ضغوط من الشارع، ولكن هذا لا يفسر كل السبب. أنا باعتقادي أنه هناك يعني موجي من التبرم من ما يجري حاليا، وخصوصا نتيجة ما يشاهده هؤلاء، يعني إن كان الشعوب وإن كان الحكومات المضغوط عليها مما يحدث في قطاع غزة من أهوال. وأنا بظن إنه القرار هو ليس فقط في هذه الدول، وإنما في دول عديدة غربية تصل حتى للإدارة الأمريكية نفسها. الآن هناك يعني توجه للتفريق ما بين إسرائيل ودعم إسرائيل كدولة وما بين دعم الحكومة اليمينية المتطرفة بقيادة نتنياهو من جهة أخرى. وأنا أظن بأن ما يجري الآن هو من هذه الدول بصورة يعني مستترة هو محاولة الضغط على هذه الحكومة بقصد إزالتها، يعني بمعنى أن هناك هذا الاعتراف هو يأتي يعني كخطوة من خطوات تصاعدية هدفها أن تؤدي بهذه الحكومة لأن ترحل في إسرائيل، واستعدادا لما سيكون بعد هذه الحكومة على أمل بالنسبة لهذه الدول وكثير من الدول الغربية أن تأتي حكومة أقل تصلبا بحيث أن يكون حل الدولتين ممكنا يعني من ناحية عملية. ولذلك هذا الاعتراف يأتي في هذا السياق، تدعيم حل الدولتين بوضع هذا الاعتراف يعني وتسبيقه على موقف الحكومة الإسرائيلية المعطى فيتو حتى الآن على إمكانية إقامة دولة فلسطينية أم لا، إزالة هذا الفيتو وإجبار يعني وضع العربة قبل الحصان، بمعنى أنه أو يعني إذا كانت يعني هاي يعني تسبيق لما سيأتي لاحقا. ولكن الأساس فيها هو الكل الآن في العالم وخصوصا في الغرب يحضر لما بعد الحرب. ما بعد الحرب ليس فقط ما سيجري في قطاع غزة، وإنما ما سيجري في إسرائيل. أي انتخابات ستحصل في إسرائيل قادمة ستطيح بنتنياهو، وهذه كلها ضغوط من أجل التسريع في الوصول لهذه الانتخابات التي ستطيح باليمين، وعلى أمل أن يأتي كما ذكرت لك حكومة أكثر تقبلا للرأي العالمي حاليا القاضي بأن حل الدولتين هو الحل الأسلم والأفضل والذهاب بهذا الاتجاه. ودكتور علي، دكتور علي يعني أنت مدرك بأنه إحنا نتحدث عن أوروبا الغربية، وسوف يخرج شخص في أوروبا الغربية يقول لك طيب والشرق، يعني نحن على الأقل اعترفنا ثلاث دول في الاتحاد الأوروبي، أين هي روسيا؟ أين هي الصين؟ أين هي الدول التي كان مفترض بأنها رفيقة للشعب الفلسطيني؟ أين هي فيتنام؟ لماذا هنالك غياب لآسيا وبما فيها طبعا روسيا عن المشهد في الوقت الأوروبيين الذين كانوا يتهمون بالاستعمار والعداء للعرب على الأقل بدأوا يأخذوا موقف ويتحركوا؟ كيف يعني اشرح لنا لماذا الشرق صامت باستثناء طبعا جلسات المجلس الأمن؟ يعني لا هو مش صامت، يعني الاعتراف هذا حصل منذ زمن طويل من قبل الكتلة الشرقية عندما كانت صحيح يعني تسال الاتحاد السوفيتي موجودا والكتلة الشرقية. الصين معترفة في فلسطين ودولة فلسطين، ولكن الآن منذ زمن بعيد لأنهم صامتين لا يفعلوا شيئا، لا بوارج ولا يعني ولا حراك سياسي. أنا جاي لك يعني لا 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 طبعا يعني طبعا روسيا منشغلة في حربها مع أوكرانيا، وهي يعني ليس لديها القدرة الفعلية لأن تفعل أكثر مما هي تقوم به حاليا. الصين تستفيد مما يجري، هي تعبر عن موقفها، تؤيد الحق الفلسطيني، تعترف بدولة فلسطين، تريد حل دولتين،
ولكن لا تقوم بأكثر من ذلك من حيث النشاط يعني الفعلي، ولكنها حقيقة هي تستفيد من انشغال الولايات المتحدة في المنطقة وفي هذا الصراع من أجل أن تمد يعني امتدادها الاقتصادي في مناطق أخرى في العالم. هناك صراع ما بين الصين والولايات المتحدة، ونحن شهدنا قبل فترة قصيرة الرئيس شي الصيني وفي زيارة لثلاث دول أوروبية يحاول أن يمتن العلاقات مع أوروبا، ولذلك يعني الصين تستغل ما يجري حاليا لفائدتها في صراعها مع الولايات المتحدة، وهي تدعم فلسطين وتدعمنا من الناحية الدبلوماسية بالأمم المتحدة بالموقف الثنائي مع دول أخرى، ولكن موقفها ثابت ولكنه غير فاعل كما يعني نرغب به. الصين ليست مستعجلة بالوصول لوضعية أن تكون دولة عظمى في هذا العالم لها تدخل في كل الجوانب، هي تنأى بنفسها عن الصراعات من أجل أن تثبت أقدامها اقتصاديا في مناطق عديدة في العالم في صراحة مع الولايات المتحدة، وهي في استراتيجيتها تقول بأنها ستصل إلى المرتبة الأولى في عام 2049. لذلك هي تعمل يعني بهدوء ولكن بشكل متتالي على أن يعني تحقق ذلك. نعم. أستاذ أحمد العريدي في أوسلو، طبعا أنا بدي أقول لك أنه الناس في فلسطين يعني ما بتحب البلد اللي أنتوا منها اللي هي اسمها أوسلو، يعني حتى يعني حتى من حركة فتح عشان تكون أنت فاهم يعني الكلمة هيك بتعمل قشعريرة عند الناس، لأنه هذا عاشوا في ظل هذا الاتفاق الذي لم يكن منصفا للشعب الفلسطيني، وندفع اليوم إحنا ثمن هذا الاسم. وأوسلو بلا شك هي العاصمة النرويجية التي كانت في يوم من الأيام محط المفاوضات التي حدثت بين الوفد الإسرائيلي والوفد الفلسطيني بسرية، وتم إطلاق هذا الاتفاق، وطبعا الولايات المتحدة بعد ذلك سرقت الجهد وعملت الاحتفال في واشنطن، وبعد ذلك استؤنفت المفاوضات في واشنطن بعد ذلك مع الوفود. ولكن بالنسبة لكم أنتم كجالية فلسطينية موجودة في أوسلو، أنتوا عايشين هذا جزء يعني، وطبعا العرب والمسلمين وكل والنرويجيين الذين جزء منهم كبير الذي هو يدعم القضية الفلسطينية بشكل كبير. السؤال هو أين بقية الدول الاسكندنافية؟ يعني فنلندا نحن لم نسمع منها كثيرا، لم نسمع من الدنمارك كثيرا، لم نسمع من أيسلندا كثيرا، هذه الدول اللي هي يعني بجانبكم عمليا. طبعا نستثني السويد التي كان لها موقف تقدمي منذ السابق بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، كانت أول دولة من أوروبا الغربية التي تعترف بالدولة الفلسطينية. ولكن ماذا عن جيرانكم وماذا عن الجاليات الجارة لكم في أوسلو؟ يا أخي في حراك شعبي كبير في دول اسكندنافيا داعم للقضية الفلسطينية، لكن العالم يدار بالمصالح ويحترم القوي، لما تطلب حقك عليك أن تطلبه بقوة حتى تحترم. للأسف إحنا ما دار في عملية السلام على مدار 35 سنة أضعفنا كثير، وضعنا كل البيض في سلة واحدة، لذلك أصبحنا غير مؤهلين للمطالبة بحقوقنا إلا إذا رجعنا نقف خلف البندقية واحترمنا أنفسنا وأظهرنا للناس أننا أصحاب حق سترى الجميع يساند ويكافح معك. بخصوص جيراننا، نعم تعلم أنت أن الولايات المتحدة الأمريكية تقود العالم كما تشاء حسب المصالح هذه الدول. للأسف يوجد كثير من العتب على أمتنا العربية والإسلامية التي لم تدعم بأي شكل من الأشكال الشعب الفلسطيني بحيث يحقق أماله بالحرية والاستقلال. نأمل في المستقبل أن يتم تغيير هذا الوضع إلى وضع أفضل حتى نستطيع أن نكسب جيراننا في اسكندنافيا وفي أوروبا كاملة. أستاذ أحمد
أعتذر منك، لم يتبقى وقت، أعتذر منك. مشاهدينا نشكر ضيوفنا لهذه النافذة هنا في مدينة القدس، الأستاذ عدنان الجولاني مدير مؤسسة باسيا للدراسات الأكاديمية، ونشكر من رام الله الدكتور العزيز الدكتور علي الجرباوي أستاذ العلوم السياسية في جامعة بيرزيت، وأيضا نشكر أحمد العريدي وهو أبو جنين وهو مدير خيمة للتضامن مع الشعب الفلسطيني في العاصمة النرويجية أوسلو. مشاهدينا نتوقف الآن مع فقرة الصور التي اخترناها لكم اليوم. هذا كل ما لدينا اليوم مشاهدينا، شكرا لكم على المتابعة، وبالعودة الآن إلى استديوهاتنا في القاهرة.